في الأيام الأخيرة نظمت المؤسسة ندوة باسم المهرجانات قاطرة للتنمية. أثناء الندوة بينا وأن المهرجانات هي شبه كائنات حية مرتبطة ببعضها البعض عالميا، وهذا لمسناه في التنظيم نتاع المهرجانات الصغيرة على المستوى الجهوي وإلا في المهرجانات الوطنية الدولية وخاصة مهرجان قرطاج الدولي. لمسناه بمعنى هذا تو يبين هنا في كمال الفرجاني بعد أكثر، أثناء التنظيم والأعداد وبرمجة العروض فما اتصالات تصير مع العالم ومع الفنانين ومع التوانسة ومع العرب، فما منظومة مكتملة بين المهرجانات. نحكي في الحكاية هذه باش نبين وأن عودة مهرجان قرطاج هي في حد ذاتها عودة عظيمة، عودة لكائن حي ارتبط بالجهات، ارتبط بالعائلات. إذا عملية التنظيم لاحظنا زاد فما بهجة في العودة، ولكن هي راهي ليست فقط بهجة لعودة البرمجة الفنية والفرجة، ولكنها نوعا ما عودة لطاقة وهي طاقة حياة. هذا حقا الحق لو تلمسوه في البرمجة نتاع سي كمال الفرجاني اللي هي حاول يكون، وانا على حسب ظني نجح في كونها تكون متجانسة مع الجمهور التونسي مع مختلف الشرائح العمرية مع مختلف الميولات، وهذا ما يراد من كل المهرجانات اللي هي عودتها يعني الحق في مناسبات عدة ولن أمل منها. هي من أفضل الرافعات في السياسات الثقافية، بمعنى وأنها أعمال ثقافية وميزانية تصرف لأهداف دقيقة ودقيقة جدا. فتنظيم المهرجانات راهو منكم وإليكم، بمعنى كونه تصرف فيه المال العام لفايدة العموم، وفايدة العموم تقصد خاصة الذوق العام بما يتطلبه في بلاد كيفما تونس اللي هي بطبيعتها وتتنفس الانفتاح. ان شاء الله نكون وفقنا في البرمجة تو تشوفوها، انا واحد من الناس مسرور بها جدا، ليس من باب المسؤولية والمكان الذي اشتغل فيه، ولكن ما لمسته فيه من اجابات لجميع الوجدان انواع الوجدان الموجودة في تونس. المهرجانات ترتبط بموقع جغرافي وبتاريخ، وافضل من ارتبط بالتاريخ والجغرافيا هو مهرجان قرطاج لارتباطه بهذا المكان العريق، المواقع الأثرية الرومانية، وبتاريخه الذي انطلق مع مؤسسي الدولة التونسية وما كانوا يكننونه من قيمة للفعل الثقافي. ثم جاءت فترة من البرود في فترة الترفيه، ثم أعطانا الكوفيد مهلة للمراجعة وانطلقت الحمد لله مراجعة، ولاحظنا وأن المراجعة لامست وجدان الجميع ولامست شجاعة الجميع خاصة القائمين على التنظيم، وكلهم وعي كون المهرجان يجب يعود إلى مكانة وعلامة. ولاحظنا في البرمجة وكل من خاطبه السيد مدير الدورة إلا وكان مسرورا ويتوق إلى أن يصعد على ركح قرطاج. إذن فالمشعل بين أيدينا في إعادة الألق الذي لم يخفت لمهرجان قرطاج، وإن شاء الله ينالكم أعجاب التنظيم والبرمجة، ونحن دائما مسرورون بوجودكم حتى أننا كدنا أن ندمن الندوات الصحفية. وشكرا. شكرا سي يوسف، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. توفيق قبل ما نرحب بسي كمال فرجاني اللي هو مدير دورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، نتفرجوا مع بعضنا في البرومو جينيرال للدورة الحالية. وانا عشقي ليك موفاش، كل عام نفرح كي نجيك ونعيش لحظات حلوة مع احبابي واصحابي، كل عام نستمتع بفنك ونسافر معاك لبعيد، وحتى كي وقفنا عامين وخفنا على رواحنا ولاحبابنا مخي قعد فيك، قعد الامل اني نرجع لك مرة اخرى، واليوم
رجعنا، رجعنا باش تحلى سهراتنا وليالي صيفنا، رجعنا باش نمتعوكم وتعيشوا معنا رحلة جديدة من 14 جويليا ل 20 أوت على نفس الركح بنفس الروح. الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي. مهرجان قرطاج الدولي، رجعنا نتنفسوا فن. كانت هذه الومضة اللي هي الدورة الحالية، صعيب برشا باش نقبل السي كمال فرجاني مدير مهرجان قرطاج في الدورة 56. جدد ترحيبي بالجميع، ويعني ندخل في صلب الموضوع اللي هي البرمجة الفنية للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، اللي كما كان يعني الفيديو شريط الفيديو ستنتظم هذه الدورة من 14 جويلية 2022 إلى غاية 20 أوت 2022، وسيكون معناها موعد الافتتاح مع عرض للفنان الشاب المتألق عبد الحميد بوشناق في عرض يحمل عنوان عشاق الدنيا. العرض هذا سيقدم يعني لأول مرة، وهو عرض سيشارك ويساهم فيه العديد من الفنانين في من مجال المسرح والسينما والموسيقى، ويعني واحنا سعداء جدا بهذا العرض، بحيث نعلمكم أنه وقع نفاذ يعني تذاكر العرض الافتتاح، وذا إن شاء الله يكون فاتحة خير على هذه الدورة. أما بالنسبة لدورة لاختتام الدورة 56 ستكون مع الفنانة المصرية النجمة العربية شيرين عبد الوهاب، وأي باعتبار أننا نعيش هذه السنة هي سنة الثقافة التونسية المصرية، لذلك تم الاختيار على أن يقع اختتام هذه الدورة بعرض مصري، ونلقاوش حسب اعتقادي فنانة عندها يعني الحضور الروحي، عندها جرس صوتي يعني جميل، وعندها حضور روحي أيضا ممتاز. هذه هي يعني العرض الافتتاح والاختتام. أما بالنسبة لبقية العروض، نقترح عليكم متابعة هذا الشريط الفيديو القصير اللي باش يكونوا فيه العروض التي سيتم تنظيمها بإذن الله في الدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي. كان مشروع مستوصف، حطوا الحجر الاساسي ومشوا. انا يا غاليه شلز شباب على ايطاليا، لبحر وامواج العاليه وغرقين وغرقين. شفت البلدان وراسي شاب، سمعت حكايات لي الزمامي
حسري ملوها مش مرادة وهنا السوها تنسى كان هذايا الشريط تاع مساج بين التصفيقة ونرجع بعد عامين اليوم مهرجان قرطاج. نعرف عندكم برشا تساؤلات زملائنا الصحفيين والصحفيات اكيد جدا بعد شوية سي كمال باش يتفاعل معكم. سي كمال اكثر تفاصيل على البرمجة اذا كان حاب ولا يظن الفيديو يكفي. يعني اذا كان تحطوا ما عرفش الفيديو تاع اللي بعد هذا يعني صفحات ولا ليز افيش معناها برشا عروض او حبيت نوضح قبل ما نتحدثوا على البرمجه يعني ومميزاتها على التحديات اللي لقينا رواحنا والصعوبات اللي واجهناها حين يعني وقع تكليفنا بالاداره الفنيه لمهرجان قرطاج الدولي. كيف ما تعرفوا الناس الكل احنا يعني كلفنا بهذا بتنظيم يعني الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي في اواخر شهر مارس يعني ومتبقى لنا الا 3.5 شهور. وهذا يعني تحدي كبير يقع تنظيم مهرجان كبير كما مهرجان قرطاج الدولي وهو مهرجان عريق ومتميز يعني وطنيا واقليميا على المستوى العربي والافريقي والمتوسطي والدولي. التحدي الثاني والصعوبات الثانية اللي واجهناها أيضا هو أنه كيفاش من الممكن في هالظرف والحيز الزمني الضيق نتمكنوا من تنظيم دورة متميزة مثل بعض الدورات الناجحة لمهرجان لهذا المهرجان في ظل يعني الحيز الزمني اللي تبقى لنا وفي نفس الوقت في ظل يعني تدهور قيمة الدينار التونسي من ناحية أخرى الارتفاع المهول لكلفة الأسعار العروض الموسيقية اللي يعني ارتفعت تقريبا من 25% بالنسبة للعروض الصغيرة إلى حدود أكثر من 300% بالنسبة للعروض المتوسطة وما نحكيوش على العروض الكبرى لمهرجان قرطاج مش قادر يعني باش ينظمها باعتبار الكلفة العالية متاعها. مثلا نعطيكم على سبيل المثال سترومايي جاء لتونس في 2015 يظهر لي بمبلغ 70,000 أورو. اليوم سترومايي يعني المبلغ يعني اقل يعني سعر يطلبه ما يقارب 350,000 أورو. مش نعطيكم فكرة يعني على الصعوبات هذه. من الحاجات الاخرى ايضا وقت اللي ادخلنا وبدينا في المفاوضات مع الفنانين كيف ما تعرفوا العالم أجمع تعرض لجائحة كورونا ولذا وقع يعني تأجيل عدة عروض دولية على المستوى الدولي سنتي 2020 و2021. وفي 2022 وقع يعني برمجة هذه العروض
ولذا معناها لقينا رواحنا امام معناها وضعيه صعبه باعتبار ان اغلب الفنانين يعني لي توري نتاعهم كلهم كلوتوري. الصعوبه الاخيره هو الناس الكل تعلموا احنا نعيشوا يعني في وضعيه ماليه عموميه صعبه البلاد الكل تعيش فيها، ويظهر لي لابد انه هالوضعيه هذه باش تتاثر بها جميع يعني المجالات، منها المجال الثقافي وايضا بطبيعه الحال مهرجان قرطاج الدولي. هذاك علاش ما سمحناش لرواحنا في ظل يعني هالظروف هذه باش نبرمجوا عروض اللي الكلفه نتاعها كلفه عاليه، واخترنا باش يكون ثم سقف ما نتجاوزوهش وما نصدموش التونسيين يعني بعروض اللي في بعض الاحيان تتجاوز كلفتها اكثر من 500,000 و 600,000 دينار تونسي، اذا كان نعتبروا تكاليف السفر وتكاليف الاقامه. ولذا حددنا سقف معين وحاولنا باش نخدموا بميزانيه اللي هي ما تتجاوزش 60% من ميزانيه 2019. يعني هذه هي التحديات، كيف معناها يمكن تحقيق المعادله الصعبه انه نكون قادرين على تقديم برمجه متميزه متنوعه في ظل ظروف صعبه، انه الميزانيه هي في حدود 60% من ميزانيه 2019 بالنسبه لكل اقتناء العروض بصفه عامه، وايضا الصعوبات الاخرى اللي كنت نحكي عليها تدهور قيمه الدينار التونسي و الارتفاع المهول ايضا بالنسبه لكلفه التنقل الدولي والاقامه. التحدي الاخر هو انه لابد معناها لجنه تنظيم المهرجان رات من المفيد انه يتم الانتصار للفنان التونسي. يعني الفنانين التونسيين لابد انه يحظوا ب يعني نصيب الاسد في البرمجه اللي معناها باش اقترحناها عليكم وانتم الان على اطلاع عليها. لكن في نفس الوقت كيف ننتصر للفنان التونسي ومهرجان قرطاج الدولي لا يفقد يعني البعد الدولي اللي يتميز به المهرجان؟ هذه يعني المعادلات الصعبه اللي حاولنا نحققوها من خلال البرمجه الفنيه. اذا كنا نمر يعني الى قراءه هذه البرمجه بالنسبه لهذه الدورة 56 لدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، نلقاو أن نسبة العروض التونسية تتمثل في 45%، نسبة العروض العربية بنسبة 30%، ونسبة العروض من سائر دول العالم 25%، باعتبار أن هذه الدورة باش يتم تنظيم فيها 33 عرض تنقسم الى 15 عرض تونسي، 10 عروض عربيه، و8 عروض من سائر بلدان العالم. انتصرنا للفنان التونسي باعتبار انه هنا اخذ نصيب الاسد من البرمجه الفنيه، لكن في نفس الوقت بقات على حسب اعتقادنا دوره دوليه بامتياز، باعتبار انه المشاركات موجوده من تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من سوريا، من مصر، من فلسطين، لبنان، افريقيا الجنوبيه، نيجيريا، الكوت ديفوار، فرنسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، إيطاليا، كوبا، إسبانيا وإيران. يعني ثم مساهمة من سائر دول العالم من يعني القارات الخمسة تقريبا. نمر إلى قراءة ثانية وأنه إذا كان نشوفه يعني التوزيع الجغرافي من ناحية السهرات، صحيح ثم 33 عرض، لكن 33 عرض تتوزع على 27 سهرة. السهرات التونسية هنا ما نعرفش علاش الأرقام ما خرجتش، لكن في نفس الوقت في نفس الاتجاه، يعني السهرة التونسية باش تحظى بنصيب الأسد. بالنسبة للكلفة، إذا كان نشوفوا الكلفة اقتناء العروض الموسيقية سنة 2019، كانت الكلفة في حدود 4,847,730 دينار، في حين انه الكلفه نتاع العروض نتاع برمجه كامله نزلنا بها في الدوره هذه بالرغم من معناها تدهور قيمه الدينار وبالرغم من المصاعب اللي واجهناها الى 3 ملايين
و940 دينار، يعني كان تم معناها نزلنا بالمبلغ هذايا بقيمة تقريب 40% من 2019. القراءة الأخرى أنه هالبرمجة هذه تتميز إذا كانت تعطينا اللوحة الأخرى الكلفة الجملية، يعني هي بالنسبة 3,940,000 كلفة اقتناء العروض التونسية في حدود 1,110,500، بينما كلفة اقتناء العروض الأجنبية هي 1,890,440. بطبيعة الحال احنا نحب نلفت الانتباه لأنه كل عروض الأجنبية كيف ما يصير في تونس مثلا، وانا نعرفه اللي فنان مثلا باش يغني في تونس بمبلغ معين، بينما كيف يطلبوا منه باش ينتقل إلى مدينة صفاقس ولا مدينة قابس باش يطلب مبلغ أكثر، لأنه فيها مصاريف فيها مجهود وفيها لذلك علاش العروض الأجنبية ديما تكون قيمتها أعلى من العروض التونسية. هنا الفنان التونسي باش يتمتع تقريبا بنسبة 40% من المبلغ الجملي، وهو تقريبا نسبة اللي هي موجودة يعني على أساس عدد العروض المبرمجة، 45% عروض تونسية و 55% عروض أجنبية. أهم الأسماء الفنانين التونسيين المساهمين في الدورة 56 نلقاو سولاف، سليم دمق، نوردين الباجي، أسماء بن أحمد، الفاضل رمضان، شكري ونار المالتي، أخو حبوبة، يعني عديد الأسماء من الفنانين التونسيين اللي باش يعتليوا ركح مهرجان قرطاج الدولي. ولذا كيف قلنا احنا سننتصر يعني للفنان التونسي، يعني العديد من الفنانين باش يعتليوا ركح مهرجان قرطاج الدولي، وهناك معناها مسرحيين، سينمائيين، موسيقيين من مختلف يعني الأجيال. وحاولنا يعني باش يكونوا الجيل يعني الشباب موجود، الجيل يعني الكهول يعني الفنانين اليوم عنده واصبحت عندهم تجربة كبيرة، وأيضا يعني بدون أن ننسى الجيل يعني الآخر يعني الكبير في السن. هذا هو معناها نمر إلى لوحة أخرى تبين لنا مميزات هذه الدورة. نسبة العروض التي سيتم تقديمها لأول مرة بالبلاد التونسية في إطار الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي. هنا لاحظوا أنه تقريبا 45% من البرنامج الفني المقترح على جماهير قرطاج الوفية لهذا المهرجان أغلبها يعني باش يتم تنظيمها وتقديمها لأول مرة، منها عرض عشاق الدنيا، بيغ، أدونيس، نصير شمع، أنغام في الذاكرة، نوصي بوزيكودي، كربوستاني، زاز إلى آخره. وهذا شيء مع أن راه حاجة مهمة أنه البرمجة الفنية تكون فيها عدة عروض لأول مرة تتقدم للجمهور التونسي. بالنسبة إلى العروض الحصرية، يعني العروض التي سيتم مش ممكن باش تتمكن الجماهير التونسية من متابعتها إلا في إطار الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، باش تكون يعني العروض الحصرية في اللوحة اللي بعد هذه بنسبة مانيش حافظها النسبة، أعطيونا اللوحة اللي فوالا دونك 58% من البرمجة هذه باش تكون فيها يعني عروض فنية حصرية لا يمكن متابعتها إلا في إطار الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، وهنا هيك قائمة موجودة للعروض هذه. اللوحة اللي بعدها يظهر لي هذا هو اللي حبيت أنا نفسره، وباش ما لا نطيل نفتح مجال يعني لتقبل ملاحظاتكم وربما نقكم البناء حتى نطور معناها هذا المهرجان ويكون معناها أفضل في الدورات القادمة. مرحبا بكم مجددا، شكرا.
شكرا سي كمال، ميرسي بوكو. من عام 64 وانا عشقي ليك ما فيش، كل عام نفرح كنجيك ونعيش لحظات حلوة مع حبيبي واصحابي، كل عام نستمتع بفنك ونسافر معاك لبعيد، وحتى كي وقفنا عامين وخوفنا على رواحنا ولا احبابنا، مخي قعد فيك، قعد الامل اني نرجع لك مرة اخرى، واليوم رجعنا، رجعنا باش تحلى سهراتنا وليالي سيفنا، رجعنا باش نمتعوكم وتعيشوا معانا رحلة جديدة من 14 جويلية ل 20 اوت على نفس الركح بنفس الروح، الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي. مهرجان قرطاج الدولي، رجعنا نتنفسوا فن. سادة صحفيين، نجموا تتفاضلوا بالتساؤلات بتاعكم. ما عنديش عندي ذوق قابلني نشوف برشا هادي. دونك جست ملاحظة صغيرة فقط قبل ما نفتح التساؤلات نتاعكم اللي هي سبب وجودكم اليوم هنا، انه على توقيت محدد من طرف ميسور المؤسسة اللي ياخذ عليها الموقع هذايا اللي هي الأمن الرئاسي، دونك على الحق حتى لـ 9 غير ربع يعني في ظرف 25 دقيقة نحاول نطرحوا أكبر عدد ممكن من الأسئلة بطريقة يعني تسكي فيه أكثر، معناها طريقة شورت فورم أقل ما يمكن في السؤال، وتنجم تتفضلوا. مش هعطيكم الميكرو ما غير وقفة، الناس كل بتاخو كلمة مش نحاول نعطيهم الناس الكل الكلمة. نبدأ بمرأة ولا برجل كيف كيف؟ أهلا سيد، أبقى صفر ولا نعم؟ عبد الكامل الوقت يا ملك. طيب، أولا عودة ميمونة للمعرفة قرطاج، ثانيا وتحياتي لكم في هذا في الندوة. السؤال الأول هو قال ثم سقف للأجور الفنانين معنا خاصة الأجانب، ماذا بيا لو كشف هذا السقف إلى أي مدى يصل المبلغ الذي يتقاضاه، خاصة وأن العملة الدينار فارق 300 معناها دولار 300 دينار تونسية معناها 100 دولار معناها يعني ماذا بيا يقول لنا هذا. اثنين، ثم بعض الأسماء اللي هي تعود على قرطاج مستهلكة في قرطاج، تمنيت وأنه ثم وجوه أخرى تتمنى تقف على قرطاج وتكون هي موجودة، فمن بعض الأمثال معناها دوس ماذا سيضيف على عرضه اللي عمله طوى عنده سنتين تقريبا ثلاث سنوات. شيرين اللي خرجت من تونس وفضيحة مع حكاية على تونس وجو وكلام على تونس وكل ونعطوها الاختتام. السؤال الآخر يتعلق بالميزانية. آخر سؤال. قلت الميزانية معناها على الدورة 2019 60%. 60% قداش؟ ما توا أنت توا تقول 3 مليون وأكثر من 3 مليون، يعني الدورة بتاع 2019 6 مليون ولا أقل ولا معناها يعني ماذا بيا نعرف قداش كلف هذه الدورة، قداش كلفت علينا مع ارتياح الدينار إلى هذا المستوى الكبير. شكرا. نمشيو للسؤال الثاني. تفضل مدام شادية. على السلامة شادية خضير من التلفزة التونسية. الحقيقة برنامج متنوع ثري فيه الكثير من التعبيرات الفنية. عندي الحقيقة زوز ملاحظات، الملاحظة الأولى تخص الفنانين التونسيين وتخص أيضا الملاحظة الثانية اللافيش. باش نبدا باللافيش. شفنا عملاه لأنه الدورة ما كانش ممكن تصير وكان فما مجهود كبير تعمل، وباعتبار أنه فما تواصل فما مجهود تعمل على مستوى الصورة على مستوى لافيش بتاع مهرجان كارتاج في الدورة 56، وفيه أيضا معناتها تعمل السيت وتعمل هذاك الكل. الحقيقة أنا بهت كيفاش معناتها مصروف كبير تعمل بالنسبة للدورة اللي فاتت والدورة هذه، هل كذاك الكل تفسخ وجات افيش جديده؟ ما كانش ممكن انه نواصلوا بنفس الافيش خاصه انه الدوره نتاع عمناول ما صارتش. هذا سؤال له. سؤال ثاني بالنسبه لعرض تحدث سي كمال برشا على العروض التوانسه وحضور التوانسه، بالنسبه لعرض جنوه ديفوزيون وعرض اللي فيه لباس اللي هي موسيقى جزائريه، نعرف اللي عمناول كان فما جروب تونسي اسطنبالي دندري كان مبرمج ضمن هالعرض هذا، وتحدث برشا سي كمال على اهميه وجود العروض التونسيه والفنان التونسي وهو فنان ويعرف ويحس كيفاش انه فرقه تونسيه بعد ما كانت مبرمجه عمناول اسمها ماهيش موجوده فقط الموسيقى الجزائريه. وشكرا.
شكرا مدام شادي. خلينا ناخذ اجابه على الاقل باش ما يوريش كم كبير من الاسئله. فارس كمان. اذا كانت حلول الميكروفون تفضل. نبدا ونجاوب بالسؤال الاخير. صحيح انه ديندري يعني كان مبرمج في الدوره 56 لسنة 2021، لكن برمجة كاملة. أنا علاش ما نتسألوش ما نحطوش البرمجة اللي هي تعملت في 2021 ونحطوها كلها في 2022. بطبيعة الحال يولي ماهوش معقول. بالنسبة لدندري نذكر اللي العرض هذايا وقع يعني برمجته في تظاهرة ثقافية فنية قامت بها المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية، وكانت اسمها تظاهرة أكتوبر الثقافي. ولذا عدة عروض تبرمجت سنة 2021 أحضرت ببرمجة في الأكتوبر الثقافي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى احنا يعني نشجع الفنانين وخاصة المجموعات الموسيقية التونسية الشبابية، وكيف ما ريتوا في البرمجة هذية عدة مجموعات كيف ما حيدر حمدي يعني مبرمج، كيف ما مجموعة جولترا ساوند، كيف ما مجموعة اخرى الاخوة عرجون مبرمجين. ولذا معناها احنا انتصرنا للشباب موجودين، وخاصة برمجناهم بنية صادقة الواجه، لانه برمجناهم في كجزء اول عروض اللي ربما باش يكونوا كيف ما مثلا جولترا ساوند باش يكونوا راهم سيكاي، اللي انا نتصور باش يكون ثم جماهير كبيرة باش تحضر سيكاي، في نفس الوقت تستمع الى انتاجات مجموعه جولترا ساوند. ولذا اعطيناها فرصه انها باش تعرف روحها بروحها، من ناحيه باش تعرف يعني بقدراتها الفنيه بابداعاتها. ولذا معناها دندري احنا نتمناو له كل التوفيق فهمتني في مسيرته الفنيه. واذا كان معناها احنا حبينا نعملوا بالنسبة للبرمجة نتاعنا حبينا نعملوا سهرة جزائرية بحتة، يعني خاصة بالجمهور التونسي والجزائري اللي يقبل على هذه النوعية من العروض، وخاصة الحمد لله يظهر لي باش يتم فتح الحدود ابتداء من يوم 15 جويلية، وأكبر عدد من السياح اللي يجيونا في الصيف من تونس هم الأخوة الجزائريين. واحنا في كل جرات العادة في كل برمجة فنية لمهرجان قرطاج أن نفكروا في الأخوة دوما في يعني إخواننا الجزائريين. وذلك علاش معناها عملنا عرض يتكون من زوز أجزاء، جزء لجناوة ديفيزيون والآخر لمجموعة لباس، وهو عرض معناها سهرة جزائرية بحتة. شكرا سي كمال. بالنسبة للسؤالات الأخرى أنا أعطيت الأرقام اللي كنت تبعتها أخويا، لأنه يظهر لي حسب اللوحات نجم يرجعوهم لك تو تشوف. يظهر لي الدورة 2019 الميزانية اللي خصصت لاقتناء العروض بصفة عامة هي 4,800,000 دينار، بينما الدورة هذه الميزانية التي خصصت لاقتناء العروض 3,490,000 يظهر لي دينار. واضح، شكرا سي كمال. فيش راهو ما جبتش على لافيش. بالنسبة للافيش فوالا، بالنسبة للافيش، لافيش اللي تعملت يعني احنا قبل كل شيء نحب نوضح حاجة، اللي ثم استمرارية وتواصل بين جميع الدورات، واحنا معناها في تواصل مع الأخ والزميل والصديق عماد العليبي. وكان لاحظتوا انه في الدوره هذه ثم عديد العروض اللي خديناها من الدوره لسنه 2021، منهم بيك يظهر لي على حوالي مسرحيه الفنانه ليلى طوبال،
جناوة ديفيزيون وغيرها. ولذا احنا خذينا العديد من العروض اللي برمجت سنة 2021، وخاصة العروض اللي وقع التوقيع ما بين المهرجان يعني بين المؤسسة والمجموعات الفنية هذه. بالنسبة يعني الهوية البصرية، معناها الشارت جرافيك، كل دورة ما أجلت ولا ما تأجلتش لازم تكون عندها شارت جرافيك متاحة. وإحنا اليوم موجودين في هالمعلم هذا وفي المكان الجميل، يعني الكولون اللي هي موجودة غادي هي اللي خذيناها واعتمدناها باش اعتمدناها يعني للهوية البصرية للدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي. ولذا معناها منها يظهر لي عادي جدا انه كل دورة اكاك علاش الدورة زادة متاع عمناول ما داخلتش شارت جرافيك متاع 2019 و 2019 ما ياخدش متاع 2020 وما عادش عندنا مصروف. كل دورة من الدورات لابد كيف ما كل المهرجانات يعني شوفوا جي سي سي جي تي سي الكل يعني في كل دورة لازم يكون عندها شارت جرافيك سبيسيفيك متاعها. باهي نربحوا اكثر توقيت، حاب نعطي اكثر مجال زاد السادة الصحفيين. عندك الميكرو ديجا ومن بعد ناخذوا من الجهه هذه، كل مره ناخذوا جهه، كل مره ناخذوا جهه انا ما نختارش، كل مره نختاروا حد من جهه. تفضل سيدي قدم روحك وتفضل. صابر بن عامر بوه بتونس. نجم نحكي عبد الكريم. ما فماش سقف، ما سقف الاجور اكثر اجر يعني باش تحصل عليه هو، ما نجموش نقول نذكروا الاسماء لانه عندنا علاقه تعاقديه مع الفنانين، اما هو 90,000 دولار. وهو في العاده مهرجان قرطاج يقتضي عروض يعني ب 150 و 150 الف دولار وربما حتى اكثر في بعض الاحيان. انا عندي ثلاثة اسئله، ديجا واحد نسيته عبد الكريم ما قصرش معك. هو المستحسن كان ما تراوش مانع بكل لطف، احسن من مستحسن يعني سؤال فقط واحد يختاره باش نجمو نجاوبو عليه، خاطر توا سهل برشا اسئله عنده العقل ما نجموش نجاوبو عليه. تذكرت يعني ما لا لا بس لا بس لا بس. سؤال الاولاني هما زوج اسئله باش نختصرها. السؤال الاولاني شفنا توا مجموعه كبيره من الاسماء التونسيه، قبل كنا نستعرضوا الارقام، السنة ولينا نستعرضوا الاسماء، ما فهمتش شكون من الناس هذوكم، شنو العروض، دو كوا ساجي اكزاكتومون، بالحق معناها ليستا كامله ما فهمتش شكونهم، معناها وين العروض نتاعهم وفاش باش يكونوا. سا دون بار، دوتر بار فما عرض انا كنت ننتظروا اوماج الحبوبه ما لقيتوش، لقى اسمه علاش وين وكيفاش مانيش فاهم. ثاني سؤال باش نختصر بيت فيه، فما كانت عاده مزيانه برشا وتربينا عليها نحن وحتى قبل ما ندخل لعالم الصحافه اللي هي السينما، كانت فما ايام سينمائيه وكنا نعداو افضل وأرض معناها وأحدث الأفلام، وسنة فما برشا أفلام مهمة خرجت للعالم كسواء العالم العربي ولا معناها انترناسيونال، علاش هالعادة هذه انقرضت؟ هذا سؤال محيرني شوية. شكرا لك. السؤال اللي بعده، قلنا مرة يمين ومرة يسار، دونك نختاروا ولا شكون الزميلة اللي أنا. مش حاجة مرحبا ريم شاكر. سؤالي هما زوز اسئله ما في ساعه قبل شوي نرحب بزملائي وبالسي كمال فرجاني وسي يوسف، ولو سي كمال ما كنتش محظوظ بالكل انت خاطر كان عندك عرض في 2000 وفي الدوره اللي فاتت كنا نتمنوا نتفرجوا فيك معناها في الانتاج نتاعك. يا اخي كي عملت اداره المهرجان الغي العرض من جمله العروض الاخرى التي تم الغائها. باش نسال حاجتي، كما زملائي سالوا على العروض اللي دورات سابقه، انا باش نسال سبيسيالمون على العروض اللي تابعتك انت سيوس في اللي كانت فما شراكه بين المؤسسه وبين المهرجان. يظهر لي العروض هذه ثم حتى عقود تم توقيعها وثم ناس خدمت، مش نحكي على اقتناء العروض اللي كانت انتاج ما بين المؤسسة كما عرضنا بها كراولي، عرض حبوبة وعرض شبيلي، يظهر لي ثلاثة عروض هذوما اللي كانت المؤسسة
مؤسسة عمومية كانت مساهمة في الإنتاج. دونك هذه مصيرها كيفاش يعني عادي جدا أنه تم إلغائها أو تأجيلها. سؤالي الآخر سي كمال، هل كان مطروح أنه مهرجان كارتاج يخدم دون حضور أجانب أو عرب؟ يعني طرحت هذه مع الهيئة الفكرة هذه وإلا لا؟ وبطبيعة آخر حاجة نختم بها، من البارح لليوم فما حديث على إلغاء عرض للطيفة العرفاوي، كان مبرمج هكذا قيلة وكانت باش تغني مجانا، هل صحيح انه تم الغائه وتم الاتفاق معها ولكن تم الغائه؟ وهل صحيح زاد عرض جورج وسوف كان موجود وتم الغائه؟ شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو. ما خليش حد شايف صحفي. خلي عندي سؤال اخر منك برضه. اي تفضل. من اليمين نور. وين من اليمين؟ نور روتزاي. مرحبا. كل يوم نور. يمينك مصر. حبيت نوجه سؤال. تفضل. بأول حاجة حكينا برشا أرقام وميزانية وإحنا جايين باش نرجعو نتنافسو فن، دونك باش نتنافسو بخور والإيفينمون الفن وسهرتين الفن هما عشاق الدنيا. أنا سؤالي لعبد الحميد بوشناق كان مازال موجود مشي للأسف. شفنا اسم فتحي سي فتحي الهداوي، انا جيو لا كونفيرماسيون اللي هو مش موجود في عرض. لا سامحني، فما زوز اخطاء موجودين، هو فتحي الهداوي والفنان الكبير حبوبه. هما اخطاء نعتذروا عليهم. مش مشكله، معني جيو لا كونفيرماسيون. هما كانوا موجودين في المفاوضات، فهمتني، وقاع سهو وقعدوا موجودين، وانا معناها نتقدم باعتذاراتي على الخطا هذا اللي تسرب. العفو العفو، فما خطا مشكل، فقط كان وجوب التوضيح يعني باش نكون احنا نوصلوا المعلومه صحيحه. ناكد لك كلامك صحيح. سؤالي الثاني، بما اني انا ممثل المؤسسه العالميه، مؤسسه اعلاميه كيف مؤسسه اعلاميه مصريه الحمد لله، كيفاش تم اختيار شيرين ولماذا شيرين؟ هل تم فرض شيرين بما انه هي السنه الثقافيه المصريه التونسيه، او انه كانت ثم اقتراحات اخرى واخترتوا انتم يا شيرين؟ وشكرا. باهي، كان تسمحوا لي سادة الصحفي اختيار يعني الاختيار بالنسبه لشيرين هو اختيار المهرجان، وانا شخصيا ولجنه التنظيم تعتبر ان المطربه شيرين هي يعني من احلى الاصوات المصريه، ولها معناها ايضا قاعده جماهيريه كبيره، وفي نفس الوقت يعني عندها صوت يعني جرس صوتي ممتاز، واحنا مقتنعين بالبرمجه نتاعها، لكن يعني هي سهرة الاختتام اللي من في العادة تكون سهرة تونسية أو فيها مشاركة تونسية، هذه السنة يعني هي سهرة يأثثها فنان مصري في نطاق السنة الثقافية التونسية المصرية، أما لكن كل شيء يعني هي اختيارات لجنة تنظيم المهرجان. نعم، سامحوني لحظة، ثم تساؤلات سي كمال أبروبو جورج وسوف اللي سألته زميلتنا أيضا. وايضا اسماء اخرى. احنا قلنا اليوم استعرضنا 33 عرض. اما المفاوضات اللي صارت مع الفنانين يمكن صارت مع 70 او 80 فنان.